خلينا نروح للكابتن حسن مصطفى، نجم نادي الاهلي السابق والزمالك والعديد من الانديه، ونرحب بيه. كابتن حسن وحشنا بقاله فتره، يعني كان بيجي معانا الفترات اللي قبل كده. كابتن حسن ازيك؟ عامل ايه؟ وحشني. اخبارك ايه؟ انت فين يا نجم؟ مختفي فين؟ موجود والله. لا موجود يا كابتن. وحشني، عامل ايه؟ وانت كتير والله، ربنا يخليك. كله تمام؟ طيب عايزك اسالك في البدايه كده عن رايك في مباراه الاهلي النهارده مع سان جورج. لا، هو النادي الاهلي دلوقتي بقى يعني صراحه بقى فريق متكامل. كابتن كريم، ما ينفعش ان النادي الاهلي بالسكواد ده وما يطلعش هداف من النادي الاهلي. السنه اللي فاتت ما كانش الهداف من النادي الاهلي يا كابتن كريم، كان مابولولو هداف الاتحاد. يا كابتن، بالسكواد اللي بتاع السنه اللي فاتت ما فيش هداف الدوري من النادي الاهلي. وممكن السنه دي كمان ما يكونش فيه هداف من النادي الاهلي، لان دلوقتي في تنويع، ناس كتير قوي بتجيب اجوال. أيوة. بس مفيش فيرويد بيجيب لي 3 4 اجوال في كل ماتش، جونين 3 في كل ماتش. طيب كابتن كريم، هو ده النقطه اللي عايز. شايف مين النهارده نجم المباراه يا كابتن حسن؟ لا، الفريق يعني، انا الفريق كله. طبعا حسين الشحات عشان الجونين اللي جابه، بس انا دايما اقول الفريق هو دلوقتي يعني كولر وصل لمرحله خلى الفريق هو النجم. ايوه، مفيش نجم يعني، مفيش لعيب هو يعني. انت لو طلعت حسين الشحات النهارده ونزلت اي حد، هيعمل نفس الاجاده او نفس المستوى اللي حسين الشحات. فانت وصلت لمرحله، لا ده الفريق هو اللي بقى النجم. ايوه، دي من وجهه نظري. رايك ايه في امام عاشور؟ لا، امام لعيب كبير قوي قوي قوي، ولسه ما عملش اي حاجه. يعني انا شايف ان هو لسه ما عملش خمس اللي هو كان بيعمله في نادي الزمالك. بس انا كحسن مصطفى يعني كان عندي اعتراض سن ان هو ما يجيش النادي الاهلي يعني. بس كان عندك اعتراض ان هو ما يجيش الاهلي؟ يعني انا ليه يا كابتن حسن؟ ممكن لاسباب كتيره، لاسباب اللي هو عملها، لاسباب حاجات كتيره، انت فاهمني؟ بس هو دلوقتي بقى موجود في النادي الاهلي، ان هو دخل في المنظومه من احسن لعيبه بتلعب 8 في مصر كلها، هو وديانج احسن 2 في مصر كلها بيلعبوا رقم 8، لان انت في مصر ما فيش حد بيلعب 8، لا اما 10 لا اما 6، وهو على استحياء بيزيد شويه. أيوة. هم دول احسن 2 يقدروا في مصر كلها يلعبوا 8، يقدر من البوكس للبوكس 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 يعني، انت فاهم؟ يروح ويرجع ويضغط ويلعب ويستلم تحت ضغط ويدور. أيوة. الملعب. أيوة. ويشوط بيمين وشماله، فده امام يعني، نجم كبير جدا جدا. فمحدش، انا مش هقدر اتكلم عنه لان هو لعيب صراحه مميز جدا صراحه يعني. طيب يعني النادي الاهلي خد صفقه، يعني جاب صفقه كبيره، دي صفقه سوبر يعني، صفقه سوبر طبعا. طيب توقعاتك لماتشات الدوري بكره؟ عندنا ماتشين بكره، البنك الاهلي وبيراميدز والزمالك والمقاولين. بص يا كابتن، الاثنين يعني، البنك طبعا كان الماتش اللي فات خسر وكده، وبيراميدز كسبت بونت، يعني انا بقول بيراميدز كسبت بونت، فبيراميدز عايزه تنافس على الدوري. هيبقى المباراه يعني انا شايف 50-50 في الاجواء، الماتش نفسها مين هيشيد، مين هيستحوذ على الكوره، الكور المشتركه مين هيكسبها، الكور الثابته يعني. انت معلش انا يا كابتن كريم، حاجه انا هتكلم في نقطه يعني، في اللعيبه المصريه. ايوه، في الزمالك يعني، لعيبه نادي الزمالك. هل المدرب نادي الزمالك قال للعيبه الزمالك اللي هم بقى لهم 5 6 سنين بيلعبوا دوري ممتاز، لف ظهرك كده واعمل الحيطه؟ فدي دي مش بتاعت مدرب خالص. في حاجات الهدف بتاع عبد الله السعيد لما الحيطه اتفتحت يعني. بالظبط بالظبط. بالظبط كده، هي دي النقطه اللي انا بتكلم فيها. انت بيجي مدرب خبرات اللعيبه يعني. ايوه بالظبط كده، هي النقطة اللي الواحد بيتكلم فيها ايه؟ انت بتيجي طول الاسبوع تقول للعيب 1 و2 و3 وتحفظه الفاول بيتعمل ازاي، ويجي في الاخر في اخطاء ساذجة شوية. بالظبط، وفي الاخر مين اللي بيشيل الموضوع؟ مدرب. مدرب. بس. طب قول لي يعني توقعاتك ايه البنك الاهلي وبيراميدز؟ الصراحة يعني الماتش ده صعب، انا من وجهة نظري، لان السكواد بتاع البنك لعيبة جامدة جدا وعندها خبرات، وبيراميدز فريق نص الملعب اللي قدام يخوف. انا من وجهه نظري لو الفرقتين الفرقتين مركزين ممكن يطلع تعادل. الزمالك والمقاولين؟ الزمالك والمقاولين يعني، انا بقول ممكن يتعادل كمان. تعادل برضه؟ تعادل. لان خلي بالك على الاداء للنادي الزمالك، الناس كلها ما تتوهمش بال 10 ولا 20 دقيقه اللي اتعمل، في اخطاء رهيبه المدير الفني بيعملها، كناحيه خططيه، كناحيه فنيه، كاداء لعيبه في الملعب، كتشكيل. المدير الفني صراحه بتاع نادي الزمالك لغز كبير جدا بالنسبه لي.
لاني انا طبعا هقول نقطه يا كابتن كريم. السنه اللي فاتت فريرا كان عنده لعيبه، بس على الاقل كان بيعلم اللعيبه تقف ازاي. على الاقل ما بي يعني ايه ممكن مثلا يغلط في لعيب في وسط التشكيل. اما انت بتيجي تلعب لي باك ليفت طلع لي عبد الشافي، وتلعب لي ابراهيم نضاي، وتلعب لي مش عارف مين باك ليفت، ومين مش عارف مين في نص الملعب. انا ما بقتش ساعات اوقات متلخبط مين بيلعب فين، متلخبط مين بيلعب مين فين، مين بيلعب فين. بس اقول لك حاجه، مشيت يعني كان خسران 1-0 ومشيت، كان كسبان بيراميدز 2-1 وكان ممكن يكسب الماتش. اه ماشي، انا معاك يا كابتن كريم. احنا كلنا على فكره انا زيك بنتقد وبقول ان هو يعني غريب جدا في توظيف اللعيبه وبيحط اللعيبه في اماكن غلط والكلام ده، بس الماتش اللي فات مشت، ومشت مع فرقه كمان تقيله زي بيراميدز. هقول لك على حاجه يا كابتن كريم، جاب الجولين ازاي؟ واحده كره ثابته، وهو ده الغلط اللي انا بقوله لك. اللعيبه المصريه بتلعب وتيجي تروح اخطاء من اللعيبه، تروح كره ثابته زي دي جابها. الكره الثانيه اللي جابها لو عبد الله السعيد واقف متمركز كويس في الكوره كان ما اتشطتش على الجول بتاع الدونجا. بالظبط بتاع الدونجا، تمام. لو عبد الله السعيد متمركز كويس كان قطعها، فهو جاب الجول اللي جوان. يعني انت مش عاجبك اسلوب مدرب نادي الزمالك في توظيف اللعيبه، في التشكيل، في اداره الماتشات؟ بالظبط كده، ده مش عاجبني، لاني لغايه دلوقتي هو مش عارف امكانيات لعيبته. ايه مش عارف؟ هو لغايه دلوقتي خلاص تبقى دلوقتي اكتر من 6 شهور أو 7 شهور معاهم. طب انت مش عارف امكانيات ليه؟ يعني ما انا مش هقدر اقول اطلب من واحد مثلا بيلعب برجليه اليمين اقول له العب باك ليفت من اول المباراه، ممكن يلعب لي 10 دقائق ربع ساعه. بس ما اقدرش العبه كل ماتش وهو بيلعب برجليه اليمين اقول له لعب لي باك ليفت. ففي حاجات صعبه، في حاجات صعبه قوي. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل. انت توقعت التعادل في الماتشين بكره، خلينا نشوف كده ايه اللي هيحصل خلال الماتشين ان شاء الله. حبيبي كابتن، بشكرك كابتن حسن، بشكرك شكرا جزيلا. كابتن حسن مصطفى كان من اللعيبه الجامده جدا في نص الملعب في الاهلي وفي الزمالك وفي منتخب مصر، ولعب في انديه كتير جدا جدا كابتن حسن مصطفى.